تصدر اسم الملياردير السعودي الوليد بن طلال مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو يظهر ردة فعل طريفة منه على تصرف شاب خلال مشاركته في جولة رياضية بالدراجات. وحسب الفيديو كان أحد الشبان يلقي قصيدة مدح للوليد بن طلال، لكن الأخير لم يركز معه بسبب انشغاله بالحديث مع باقي الشباب، فما كان من الشاب إلا أن توقف وطلب من الوليد التركيز معه بطريقة عفوية قائلا له ركز معي أبو خالد. أما اللافت أكثر فكانت ردة فعل بن طلال اللطيفة التي أعجبت المتابعين رغم تبين أن الفيديو قديم منذ سنوات. ركز ركز وكان مستخدمو مواقع التواصل قد تداولوا مؤخرا أيضا مقطعا مصورا للأمير الوليد بن طلال وهو يمارس رياضة المشي في شوارع الرياض. كما ظهر الوليد بن طلال وهو يتابع مباراة كرة قدم بين نادي الهلال السعودي ونادي من طاجكستان بصفته العضو الذهبي في نادي الهلال. هذه المقاطع ليست الوحيدة الطريفة للوليد بن طلال، فقد نال فيديو ممازحته للممرضة منذ عدة أشهر ضجة كبيرة، حيث ظهر وهو يتلقى جرعة لقاح الفيروس المستجد ويقول للممرضة يدك كويسة أنتي، أول مرة واحدة سعودية تعطيني إبرة، يدك ممتازة. ثم تابع الوليد بن طلال أحسن إبرة في العالم، معقول أعطيتيني الإبرة، هاتي واحدة تانية طيب، لتشعر الممرضة بالفخر وتقوم بنشر الفيديو على صفحتها في تويتر. أنبليبل. هل الإبرة ولا بلاش؟ الله يرضى عليك. معقول أعطيني الإبرة؟ أعطي واحدة ثانية طيب. ويعد الوليد بن طلال أحد أشهر أمراء السعودية على كافة الصعد، إذ تحمل مؤسسات خيرية كبرى اسمه، كما له حصة كبيرة على منصات التواصل، فعلى تويتر وحده يملك أكثر من 10 مليون متابع.